ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: وكما ان على الحديث ادله يعلم بها انه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه ادله يعلم بها انه كذب ويقطع بذلك، مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من اهل البدع والغلو في الفضائل، مثل حديث يوم عاشوراء وامثاله مما فيه ان من صلى ركعتين كان له كاجر كذا وكذا نبيا. وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير وجيه، وكان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية، لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف. والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، مثل الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهل بالبسملة، وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. ومثل ما روي في قوله: ولكل قوم مال، أنه علي وتعيها أذن واعية أذنك يعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن مما يعرف بالدخيل في التفسير يشمل ثلاثة، يشمل الموضوعات، يعني الكذب الذي جاء في كتب التفسير، وهذا يعني معنى الحديث المكذوب أو الحديث الذي يطلق عليه في علم الحديث الذي يعني رواه كذاب أو متهم بالكذب، فهذا يشمل الموضوعات ويشمل الإسرائيليات ويشمل كذلك الآثار الضعيفة التي لم يصح سندها. تكلمنا فيما مضى على الإسرائيليات وعلى أنواعها، وكذلك تكلم قبل ذلك على التفسير الذي ورد لنا بالنقل. فهناك قواعد أهل الحديث التي نستطيع الحكم بها على الصحيح وتمييزه عن الضعيف. هنا يذكر لك أن من أعظم ما دخل على التفسير هو الموضوعات، وهي الموضوعات يعني الكذب الذي اختلطت به بعض كتب التفاسير. فيذكر لك كما أن يعني، وهذا الكذب في التفسير له مثيله في الكذب في الحديث، مثل الحديث الموضوع نعم الذي رواه كذاب، أو الحديث المتروك الذي رواه متهم بالكذب. فكما أن هناك أحاديث يعني هي مكذوبة، كذلك دخل في التفسير هذه الموضوعات، وهذا يطلق عليه عند المفسرين الموضوعات. وهناك من صنف في يعني بيان الموضوعات يعني في التفسير، هناك كتب كثيرة يعني صنفت في بيان الموضوعات في التفسير. ضرب لك مثالا من الموضوعات في الحديث، مثل حديث أغلب هذه الموضوعات بتكون في الفضائل، نحو مثلا حديث فضائل يوم عاشوراء، والعلماء يعلمون الوضع فيه، يعلمون الوضع في الحديث بماذا؟ بالمبالغات في الثواب. مثل حديث مثلا يعني يوم عاشوراء، أن من صلى فيه ركعتين كان له أجر كذا وكذا نبي. طبعا هذا مما يعلم وضعه، لأن هذه من المبالغات السخيفة. نعم، فكيف يكون يعني من صلى ركعتين في يوم عاشوراء له أجر كذا وكذا النبي؟ هذه من علامات الوضع المبالغة في الأجر، أو أن من قال كذا
يعني فله كذا وكذا من المبالغات، قيد له مثلا 70,000 لسان، كل لسان يستغفر له، كثير ما يوجد من هذا، والعلماء يعلمون من هذه المبالغات السخيفة، يعلمون بأن هذه الأحاديث هي موضوعة. فهذا الوضع في الحديث انتقل منه كذلك إلى التفسير، فصار هناك من يعني الأحاديث الموضوعة التي تذكر في كتب التفسير، فقال وفي التفسير من هذه الموضوعات، يعني الأحاديث المكذوبة التي تروى في مما يتعلق بالتفسير قطعة كبيرة، وأورد لك مثالا على هذه الموضوعات التي اختلطت بها كتب التفاسير، وهذه مما يحذر منها. قال مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، هناك حديث يرويه الزمخشري ويرويه الواحدي والثعلبي كذلك، يرونه كل سورة يذكر لك حديثا في فضله، وهذا الحديث موضوع باتفاق أهل العلم، فليس هناك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فضائل سورة سورة من سورة القرآن، فهذه من الدخيل الذي دخل على التفسير. فمثل هذا الحديث هذا مثال على الموضوعات التي وردت في التفسير، وهناك موضوعات أخرى، لكن هذا من أظهر هذه الموضوعات، لأن كثير من العلماء ينقل هذا الحديث في تفسير دون أن يبين بأن هذا الحديث هو من الموضوعات ومن الأحاديث المكذوبة. واستطرد في يعني بيان يعني حال الثعلبي، والثعلبي يعني هو من المفسرين الأوائل، هو في نفسه كان دينا، نعم، لكن مشكلة الثعلبي بأنه كان حاطب ليل، يعني كان ينقل كل ما وقع يعني عنده من التفسير، سواء كان هذا التفسير صحيحا أو ضعيفا أو موضوعا، ولذلك اختلط كتاب الثعلبي في تفسير القرآن اختلط به يعني بالموضوعات وبالضعيف، فصار الكتاب مشحونا بالغث والسمين، نعم. ولذلك الإمام البغوي يا متوفى في أول القرن السادس اختصر هذا التفسير وأزال منه البدع ونحى عنه كذلك هذه الموضوعات، وسمى تفسيره معالم التنزيل، أو المعروف بتفسير البغوي. فمعالم التنزيل أو تفسير البغوي هو اختصار للثعلبي. عمل إيه الإمام البغوي؟ أخرج هذه الموضوعات التي يعني حشاها الثعلبي في تفسيره، نحاها عن الكتاب، وأخرج كذلك الموضوعات، فصار تفسيره هو مما يصنف على أنه من التفسير بالمأثور، يعني كتاب معالم التنزيل يصنف على أنه من التفسير بالمأثور، وهو مختصر من تفسير الثعلبي بعد أن أخرج منه البدع وأخرج منه هذه الأشياء الضعيفة التي حشاها الثعلبي في تفسيره. هذا بالنسبة للثعلبي. وبالنسبة له هو طبعا هذا الاستطراد ده يعني من شيخ الإسلام هو يعلمك بمناهج بعض المفسرين. فالثعلبي مشكلته أنه كان حاطب ليل يجمع كل ما وجد من تفسير ولا يميز بين الصحيح والضعيف والموضوع. الواحدي وله يعني تفسير الواحدي ولو كذلك أسباب النزول. الواحدي كان أبصر من الثعلبي في اللغة، نعم، لكن مشكلته له مشكلة أخرى أنه كان على الاعتزال، فلذلك ضمن كتابه كذلك من يعني أمور الاعتزال أو الاعتزليات، لذلك قال والواحدي صاحبه، نعم، يعني كان صاحب الثعلبي كان أبصر منه بالعربية، والمعلوم بأن المعتزلة كانوا من الحزاق في اللغة، كان أبصر منه بالعربية لكنه أبعد عن السلامة واتباع السلف، لأنه كان على طريقة الاعتزال، لأنه كان على طريقة الاعتزال والتجاهل، نعم، وهذا يعني يجعلك على حذر من هذه التفاسير، لأن طبعا يعني سيأتي بأن
عندما يفسر المفسرون، فالذي كان يعتقد منهم معاني، الذي كان يعتقد منهم عقائد أهل البدع، شحن تفسيره بكثير من هذه العقائد، غلبت عليه عقيدته مثل الواحدي. نعم، فكان عالما بالعربية لكنه كان على طريقة أهل الاعتزال. قال: والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. وهذا التفسير يسمى بتفسير البغوي أو معالم التنزيل أو معالم التنزيل. وطبعا الإمام البغوي هو من أئمة أهل السنة والجماعة، ولذلك صان تفسيره عن كثير من الآراء المبتدعة التي وضعها الثعلبي دون أن يدري، لأنه كان حاطب ليل كما رأيت لكم. قال يعني كما ذكرت لكم، والموضوعات في كتب التفسير كثيرة. أورد لك بعض الأمثلة على هذه الموضوعات في كتب التفسير، نحو أحاديث الجهر بالبسملة كثير منها من الموضوع، ونحو حديث علي رضي الله عنه أنه يتصدق بخاتمه في الصلاة في تفسير قوله تعالى ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فهذا الحديث أن علي رضي الله عنه تصدق بخاتمه وهو يصلي، وهذه من الموضوعات. أو في قوله تعالى ولكل قوم هاد، نعم، فيقول هو علي، مع أن هذا وهذا من الخطأ أن يحمل النص العام على شخص معين بعينه. أو كما ذكروا في قوله تعالى وتعيا أذن واعية، يقولون هو أذن علي. طبعا هذا لأن الاعتقادات المبتدعة، وهذا غالب ما يكون في تفسير الرافضة، هذه غالب ما، لأن الرافضة من أكذب الفرق، من أكثر الفرق كذبا الروافض، ولذلك هم دائما يفسرون القرآن على على هذا الكذب الذي يعتقدونه. فدائما يحملون النصوص العامة التي وردت في فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو في غيرهم، يحملونها على علي رضي الله عنه وعلى آل بيته. خلاصة هو يريد أن يذكر لك أن هو يريد أن ينبه على الموضوعات التي شحنت بها كتب التفسير. وسبب هذا الوضع إما أن يكون صاحبه كان يحاطب لي يجمع كل ما وجد من التفسير مثل الثعلبي، أو أن يكون صاحبه من أهل البدع كالواحدي الذي كان ينتهج الاعتزال، ولذلك شحن تفسيره كذلك بالاعتزال، مثل الغير الواحدي نحو الزمخشري. نعم، فأيضا كان على طريقة الاعتزال فشحن كتابه بكثير من المكذوب، ومثل تفسيرات الرافضة التي تبين عقائدهم الفاسدة. فالمقصود هو التحذير من ذلك، وبين لك بعضا من منهج المفسرين، وهو سوف يستطرد فيها بعد ذلك استطرادا أكثر تفصيلا من هذا. فصل: وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين. حدثنا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم وحيم، ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وبقي بن مخلد وأبي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينة وسمي وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد بن أشج وأبي عبد الله بن ماجه وابن مردويه. إحداهما قوم اعتقدوا معانيا ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، والثانية قوم فسروا القرآن لمجرد ما يسوغ أن يريد بكلامه من كان من الناطقين باللغة العربية،
بغير نظر إلى المتكلم بالقرآن المنزل عليه والمخاطب به. فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ، وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصدر في المتكلم به ولسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، كما يغلط في ذلك الآخرون. وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. نعم، في هذا الفصل احنا يذكر يا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ذكر لك قبلا أن الاختلاف في يعني أن الاختلاف في التفسير على نوعين. الاختلاف في التفسير بالنقل، إذا كان التفسير بالأثر فهنا يحدث اختلاف على حسب صحة هذا الأثر تصحيحه أو على حسب ضعفه، وهو يعني فصل الكلام في ذلك بأن النقل، الاختلاف في التفسير في النقل، إما أن يكون النقل عن المعصوم وهو النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن غير المعصوم وهو الصحابة. والاختلاف في التفسير هي بالنقل، منهم ما يمكن تمييز الصحيح والضعيف على حسب قواعد أهل الحديث، فنستطيع أن نحكم على الأثر بأنه صحيح بحسب القواعد الحديثية، أو إذا لم يوافق شروط الصحة حكمنا عنه بأنه ضعيف. وهناك نوع ثاني منه لا يمكن معرفة الصحيح والضعيف، وهو التفسير المنقول عن أهل الكتاب، وهذا وعامة ذلك لا فائدة فيه. تذكرون ذلك، ذكرنا هذا النوع الأول. فالاختلاف في التفسير يعني على نوعين: اختلاف في التفسير هي بالأثر، يعني الاختلاف فيه بمعنى اختلاف في تصحيحه أو في تضعيفه. فإذا كان التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الصحابة، عندنا من قواعد أهل الحديث الذي نستطيع منه أن نميز بين الصحيح أو بين الضعيف. ومنه ما لا يمكن تمييز ذلك إذا كان النقل عن أهل الكتاب، لأن هذا ليس هناك سند، فلا نستطيع الحكم عليه بالصحة أو بالضعف. وعامة التفسير المنقول عن أهل الكتاب لا حاجة لنا فيه، وضرب لك على ذلك أمثلة، نحو مثلا لون الكلب، ويعني المكان الذي كان فيه الكهف لأصحاب الكهف، أو كذلك أسماء إخوة يوسف. كل هذه يعني عامة ذلك منقول عن أهل الكتاب لا فائدة فيه يا معرفتي. وهذا هو النوع الأول من الاختلاف في التفسير إذا كان التفسير بالنقل. التفسير نوعان: إما أنه تفسير بالنقل يعني بالأثر، أو التفسير بالاستدلال، يعني الاختلاف في التفسير بسبب الاجتهاد في تفسير الآيات. وهذا هو النوع الثاني. قال: أما النوع الثاني من يا مستند الاختلاف هو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل. احنا كما ذكرنا التفسير إما أن يكون بالأثر، وهذا هو التفسير بالمأصول، والاختلاف فيه بسبب اختلاف في التصحيح والتضعيف. النوع الثاني من التفسير هم يسمونه التفسير يعني بالدراية. الدراية يعني الاجتهاد في التفسير، في فهم الآيات، في بيان معناها. نعم، فهذا هو النوع الثاني من الاختلاف في التفسير. التفسير إما أن يكون بالأثر، وإما أن يكون بغير الأثر، يعني التفسير على اللغة أو على يعني على يعني على نحو ذلك. إذا كان التفسير بالنقل فنستطيع أن نحكم نميز بين الصحيح وبين الضعيف بحسب قواعد أهل الحديث. هنا يتكلم على الخطأ في التفسير أو الاختلاف، يأتي عندما يفسر المفسر الآيات. الخطأ يأتي من جهتين: يأتي من جهة اعتقاد معاني قبل اعتقاد معاني من قبل المفسر، المعاني لا يدل عليها التفسير، فهنا يريد حمل القرآن على المعاني التي اعتقدها. والنوع الثاني من الخطأ في التفسير، هو من أسباب الخطأ،
هو تفسير القرآن على اللغة المجردة دون النظر إلى السياق ودون النظر إلى معهود الخطاب ودون النظر إلى القرائن وإلى الأحوال. لذلك قال وأما النوع الثاني من مستند الاختلاف هو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، لأنه تكلم قبل ذلك على الاختلاف الذي يرد في النقل. هنا الاختلاف الذي يرد في فهم المفسر للآيات. طبعا تفسيرات الصحابة كلها كانت تفسيرات الصحابة والتابعين كلها كانت معتمدة عليه على الأثر، ولذلك الخطأ ده مش هتجده في كتب التفسير التي تعتمد على الأثر. مثل ضرب لك أمثلة قال فهذا أكثر ما يكون خطأ في يعني من جهتين، وبعدين أورد لك جملة اعتراضية حدثت بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان. فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء الصحابة أو التابعين يعني صرفا لا يكاد فيها شيء من هاتين الجهتين. دايما تجد في تفسير الصحابة لا يفسر الصحابة رضي الله عنهم عندما يفسرون القرآن لا يفسرونه على مجرد اللغة، وإنما يفسرونه على إما أن يكونوا سمعوه من النبي صلوات الله وسلامه عليه، نعم، أو مما علموه من قرائن التنزيل ومشافاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء يقدمون تفسير الصحابة على غيره. لماذا؟ لأنهم أولا عاينوا التنزيل، ولأنهم شافوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم كانوا أعلم الناس باللغة والبيان. الشاهد إن تفسير الصحابة لا يكون على الاجتهاد، ولذلك كل تفسير الصحابة والتابعين هذا مما يصنف بالتفسير بالمأصول. مثل ماذا؟ مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وسنيد وابن جرير الطبري، فكل هذه التفاسير، وكذلك ابن كثير مما يصنف على أنه من التفسير بالمأصول. كل هذه التفاسير تصنف على أنها يعني من التفسير هي بالأثر. هو لا يتكلم عليها الآن، هو يتكلم على التفاسير التي وردت التي جاءت بعد الصحابة والتابعين، وهذه لا تعتمد كثير منها لا يعتمد على النقل المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة، وإنما يعتمد على إيه؟ يعتمد على الاجتهاد. فالتفسير الذي يعتمد على الاجتهاد وهذا يسمونه التفسير بالرأي، التفسير بالرأي. وذكرت لكم قبلا أن الإمام ابن جرير الطبري في أول تفسيره ذكر يعني آثارا كثيرة في التحذير من التفسير بالرأي، ومنها ما قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. والصحيح في التفسير كما ذكر أهل العلم، ذكر ذلك ابن كثير ونقل عنه كذلك، ذكر شيخ الإسلام ونقل عنه ابن كثير في يعني تفسيره أنه أول ما يفسر القرآن بالقرآن، ثم من السنة، ثم من أقوال الصحابة وبعد ذلك التابعين. هذه أفضل ما يفسر به القرآن، لأن ما جاء مجملا في يا موضع يكون مفسرا في يا موضع آخر، أو السنة والسنة مفسرة للقرآن وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، أو من كلام الصحابة والتابعين. لكن بعد عصور الصحابة والتابعين ظهر التفسير بالرأي. التفسير بالرأي ده بيكون الخطأ فيه على جهتين. الجهة الأولى قال إحداهما أي إحدى جهتي الخطأ، قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. مثلا المعتزلة اعتقدوا إيه؟ من عقائد المعتزلة أنهم كانوا ينفون رؤية الله عز وجل في الجنة، ومعلوم أن يعني أهل السنة والجماعة أجمعوا على رؤية الله جل وعلا في الجنة، وعمبة أهل السنة في ذلك قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، مع الأحاديث الصحيحة التي وردت إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون يعني الشمس ليس دونها سحاب والقمر ليس دونه سحاب كذلك فإنكم سترون ربكم كذلك. أحاديث صحيحة كثيرة في الصحيحين.
المعتزلة ينفون ذلك. فلما يأتي في قوله تعالى الزمخشري مثلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، شوف الآية عندنا تقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، والنظر لما يعدى بإلى، فهذا نظر العين، هذا نظر العين كما يقول أهل اللغة إلى ربها ناظرة. فقال هنا إلى ربها ناظرة، يقول هنا ناظرة أي منتظرة للثواب، منتظرة للثواب. إيه المشكلة عنده؟ هو اعتقد أولا عدم جواز رؤية الله عز وجل، فلما جاء هذه الآية التي على خلاف معتقده فسرها على حسب ما يعتقده من المعاني الباطلة، فهذا إحدى الجهتين في الخطأ في التفسير يا بالرأي، وهو ما يسمى هو الذي ذكره شيخ الإسلام بقول ما يعلم بالاستدلال يعني بالاجتهاد. قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يعني يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. الجهة الثانية من جهة الخطأ في التفسير هي بالرأي أن يفسر القرآن بمجرد ما تحتمله اللغة دون أن ينظر إلى السياق الذي وردت فيه الآيات، ودون أن يعني يراعي معهود الخطاب، يعني عادة الناس في ذلك الزمان، ودون أن ينظر إلى القرائن والأحوال، يعني يفسر القرآن مجرد باللغة بمعناها في اللغة. أعطيك مثالا على هذا النوع الثاني من الخطأ في قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. في هذه الآية نعم في هذه الآية اللي ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. أبو عبيدة في كتابه مجاز القرآن يقول في تفسير هذه الآية ومجازها أن اطلبوا البر من أهله ولا تطلبوه من غير أهله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. ففسر الآية في النهي عن إتيان البيوت من ظهورها والأمر بإتيان البيوت من أبوابها، قال حمل الآية هنا على إيه؟ أن اطلبوا البر من أهله ولا تطلبوه من الجهلة ومن المشركين وغيرهم. الكلام ده مقبول عليه، مقبول على مجرد اللغة، لكن لما نرجع إلى سياق الآيات وإلى ما ذكره يعني ما ذكر من تفسير الصحابة في ذلك، الآية هنا تحكي عادة وشريعة جاهلية، الآية هنا تحكي عادة وشريعة جاهلية. فعن البراء رضي الله عنه بأنه قال نزلت فينا يعني معشر الأنصار، كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت من أبوابها وإنما يدخلوها من أين؟ من أين؟ من ظهر البيت، يعني من خلف البيت، يجيش البيت من قبل من بابه لا يدخله من خلفه. هذه الشريعة كانت شريعة جاهلية كان عليها الناس يعني قبل الإسلام. فجاء رجل من الأنصار يوما فرجع من الحج فدخل بيته من قبل إيه؟ من قبل الباب، فعير بذلك لأنهم كانوا يرون أنه بعد العودة من الحج يأتي البيت من ظهره وليأتيه من أمامه،
فجاءت الآيات تنهى عن هذه الشريعة الجاهلية وعن هذه العادة التي تخالف شريعة الله. فنزل قوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ليس في هذا البر، ولكن البر من اتقى. فوجههم إلى البر الحقيقي، أن البر الحقيقي هو تقوى الله عز وجل. نعم، وأتوا البيوت من أبوابها. يبقى هنا وجههم إلى البر الحقيقي أولا، هو تقوى الله جل وعلا، ونهاهم عن هذه العادة الجاهلية اللي هو أنهم إذا رجعوا من الحج يدخلوا البيت من خلف البيت ولا يدخلوا من قبل البيت، وبين أن إتيان البيوت يكون من إيه؟ من أبوابها. هذا المثال دليل عليه، على خطأ تفسير القرآن بمجرد اللغة دون أن يرجع إلى السياق، ودون أن يرجع إلى معهود الخطاب. عندما نزل الخطاب ده كان هناك يعني عادة أو غير ذلك، ودون أن ينظر إلى القرائن والأحوال. إذن الخطأ في التفسير بالرأي يكون من جهتين. الجهة الأولى، قوم اعتقدوا معاني أولا، ولذلك هو إيه؟ واعتقد معاني وأراد حمل القرآن عليه، يعني هو اعتقد قبل أن يستدل. والصواب أنه إيه؟ أن يستدل ثم يعتقد. فلو رجعنا إلى هذه الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فالآية هنا أضافت النظر إلى الوجوه وعادت النظر بحرف إلى، وهذا هو يا نظر العين. يبقى هنا تثبت الآية رؤية الله جل وعلا في الآخرة، والسنة كذلك بينت هذا، والسنة بينت ذلك. طب عملوا فالمعتزلة قلبوا الوضع، اعتقدوا ثم استدلوا. فكل آية أو حديث ترد على خلاف الاعتقاد الذي اعتقدوا يحرفونها عن معاني. فالجهة الأولى من جهة الخطأ في التفسير بالرأي اللي هو اعتقاد المعاني ثم حمل ألفاظ القرآن عليه. الجهة الثانية، تفسير القرآن على مجرد اللغة دون النظر إلى السياق، ودون النظر إلى معهود الخطاب، إلى العادات التي كانوا عليها عند نزول القرآن، ودون النظر إلى القرائن وإلى الأحوال. الصحيح في التفسير إن من القواعد العظيمة في التفسير مراعاة السياق ومراعاة معهود الخطاب، يعني الكلام يعني الألفاظ التي ذكرت في القرآن ينظر إلى معانيها في ذاك الزمان. ولذلك أنا ذكرت لكم قبلا أن مصطلح الكراهة في القرآن يدل على التحريم، أما مصطلح الكراهة عند المتأخرين يدل على كراهة التنزيه، اللي هو يعني 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 ما 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 إذا فعلت لم تأثم، ولكن ينبغي أن تتركه، الأولى أن تتركه. لا، لو فسرت القرآن على الصلاحات الحديثة دي يكون هذا خطأ. فلذلك ذكر الله عز وجل محرمات في سورة الإسراء، وقال: من قتل النفس ومن الزنا ومن أكل مال اليتيم، ثم قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فلو فسرت الكراهة، لما نفسر الكراهة هنا تفسره بمصطلح الكراهة عند الصحابة والتابعين، فالكراهة عندهم كانت إيه؟ كانت الكراهة التحريمية، وليس مصطلح الكراهة عند المتأخرين. على كل حال، أسباب الخطأ في التفسير عند المتأخرين في التفسير بالرأي هي من جهتين. الجهة الأولى اعتقاد معاني ثم حمل ألفاظ القرآن عليها، والجهة الثانية تفسير القرآن بمجرد اللغة، بمجرد معناها اللغوي فقط. والقرآن ليس كتاب لغة، يعني لما تقرأ يعني كتاب في النحو صحيح يعني تفسره على قواعد النحو أو قواعد اللغة، لكن القرآن كتاب هداية لا يفسر فقط على اللغة، وإنما ينظر إلى السياق وينظر إلى عادة المتكلم وعادة المخاطب. فمن هذه القرائن جميعا تستطيع أن تفسر القرآن تفسيرا صحيحا. قال: فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ في اللغة،
وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام. ده الخطأ في تفسير القرآن على مجرد اللغة. ثم قال ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة. وممكن أن يخطئ هنا أنه يفسر القرآن على معنى في اللغة وقد لا يحتمل هذا المعنى، وهذا من ذلك هذا بسبب تفسير القرآن على مجرد اللغة يؤدي إلى الخلل، لأنه قد يفسر القرآن كذلك على معنى لغوي لا يحتمل هذا يعني اللفظ. كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. المشكلة عند السبب الأول من الخطأ هو اعتقاد معاني ثم حمل ألفاظ القرآن عليها. المشكلة عنده أنه هو اعتقد معاني أولا وهذا خطأ، والمفروض أن يستدل قبل أن يعتقد. والمشكلة الثانية في تفسير القرآن أن يفسره بمجرد ما يحتمل قواعد اللغة، وقد يخطئ حتى في قواعد اللغة. والصحيح في تفسير القرآن أن يفسر القرآن ليس على اللغة فقط كما ذكرت لكم في هذا المثال. قال والأولون صنفان. نعم. والأولون صنفان، تارة يسلكون لفظ القرآن ما دل عليه وأفيد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا فيكون خطأ في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأ في الدليل لا في المدلول. وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث، فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل بدع اعتقدوا مذهبا يخالف حق الذي عليه أمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها، وعنبوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم، تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبه بما يحرفون به الكلم عن مواضعه. ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم. وهكذا المعتزلة مثلا فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن عليبة الذي كان يناظر الشافعي، ومثل كتاب أبي علي الجبالي والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني ولعلي بن عيسى الرماني والكشاف لأبي القاسم الزمخشري. فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة وأصول المعتزلة. يقول احنا ذكرنا بأن من أسباب الخطأ في التفسير أولا اعتقاد معاني ثم حمل ألفاظ القرآن عليها، هذه الجهة الأولى. تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وما أريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه. مثال على الأول انه يسلب اللي هم القوم اعتقدوا معاني ثم ارادوا حفظ القران عليها، طارة يسلبون نفس القران ما دل عليه، يعني اذا دل القران على عقيده او على شيء لا يعتقدونه نفوه. مثال على هذا ما ذكرت لكم، ما ذكره الزمخشري مثلا في قوله تعالى وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناظره. فالايه افادت ايه؟ افادت النظر الى وجه الله عز وجل في الاخره. فقال هنا لا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة منتظرة للثواب. فهنا سلب لفظ القرآن ما دل عليه من إثبات الرؤية. فهذا صنف من الناس، وصنف يحملونه على ما لم يدل عليه. لو ذكرنا مثالا على ذلك في كتاب التبيان في تفسير القرآن لأبي جعفر الطوسي، وأبو جعفر الطوسي هذا متوفى 460 هجرية،
هذا يختلط كثيرا بالإمام ابن جرير الطبري. ها؟ الإمام ابن جرير الطبري المتوفى في يعني في حوالي 300 ويعني ويعني في أوائل القرن الرابع، ده متوفى في أوسط القرن الخامس و160 هجري. الطريقة المبتدعة دائما لما عندما يسمون أبناءهم يذكرون يعني أحيانا يذكرون أسماء وكنى لأهل السنة، فيسبب هذا لبسا بين أهل السنة وبين أهل البدع. فأبو جعفر الطوسي هذا نعم هو مثل أبو جعفر الطبري. طبعا الإمام أبو جعفر الطبري يعني في يعني أوائل القرن الرابع، وهذا يعني متوفى في أوسط القرن الخامس. بس المشكلة هنا في تشابه الكوني أبو جعفر وأبو جعفر، قال أبو جعفر وقال، بس هذا الطبري وهذا الطوسي. فأبو جعفر الطوسي هذا في كتابه تفسير القرآن، التبيان في تفسير القرآن، ذكر قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فذكر أولا تفسير أهل السنة بأن أولي الأمر يشمل الأمراء ويشمل العلماء، وهذا تفسير أهل السنة، الأمراء والعلماء يطيعونهم نعم في ظل طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الآية هنا إيه؟ قالت: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فحذف الطاعة هنا، يعني أثبت طاعة لله وطاعة لرسول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يطاع كما يطاع القرآن، له طاعة مستقلة. وأما طاعة أولي الأمر وأولي العلماء فهي تابعة لطاعة الله عز وجل وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول النبي عليه السلام إنما يعني كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. ولذلك قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلما ذكر أبو جعفر الطوسي هذا المبتدع الرافضي، ذكر أولا تفسير أهل السنة بأن أولي الأمر هم الأمراء ويعني والعلماء، ثم ذكر بعد ذلك وقال: وروى أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله أنهم الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يجوز إجاب طاعة أحد مطلقا إلا من كان معصوما من الغلط، وليس ذلك بحاصل في الأمراء والعلماء، وإنما هو واجب في الأئمة الذين دلت الآية على عصمتهم وطهارتهم. انتبه لهذا التفسير. هو لما ذكر أولا تفسير أهل السنة بأنهم الأمراء والعلماء، قال: وروى أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله أنهم الأئمة من آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يجوز، بعد كده كذب تفسير أهل السنة وقال: ولا يجوز أن يراد بالطاعة طاعة الأمراء والعلماء، لأننا لا يجب أن نعتقد يعني لأنه لا يجب أن نطيع إلا من كان معصوما. طبعا الكلام ده مبني على العقيدة الرافضية، أنهم يعتقدون عصمة، هذه مبني على العقيدة الأئمة الإثنى عشرية، أنهم يعتقدون عصمة 12 إماما من نسل الحسين رضي الله عنه. يعتقدون يعني عصمة 12 إماما من نسل علي، وغالبهم من نسل الحسين رضي الله عنه. فهنا حمل الآية هنا عليه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال هذا طاعة الأئمة الإثنى عشرية، لأن الروافض يعتقدون عصمة هؤلاء الأئمة. طبعا آخر الأئمة عندهم محمد بن الحسن العسكري الذي دخل السرداب، ولذلك كل جمعة يذهبون إلى هذا السرداب، وهذا مهدي الرافضة ليس مهدي أهل السنة، ويقولون: أخرج يا مولانا. تسمعون حسن نصف كثيرا ما يقول ويعني بتكلم على الجهاد، يقول: حتى يخرج الإمام المعصوم عجل له فرجة، يعني لأنه هو يعتقد أنه مسجون في أنه موجود في السرداب،
فينتظرونه كل جمعة ويعتقدون أنه عندما يخرج سوف يقتل جميع الحكام، سوف يقتل يعني لأنهم اغتصبوا الإمامة من آل البيت. على كل حال السنف الثاني وطاعة يحملون على ما لم يدل عليه، فلما حمل هنا أن طاعة الأمراء والعلماء قال هم الأئمة يعني من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذه عقيدة الرافضة، عقيدة الإمامية الاثنى عشرية. يبقى احنا كده عندنا صنفان من هؤلاء الذين اعتقدوا معاني طارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه، مثل الزمخشري لما يعني نفى الرؤية والآية تثبت رؤية الله جل وعلا في الآخرة، وطبعا كتابه كشاف مملوء بهذه الاعتزالية يعني بهذه بالكثير من هذه الاعتزاليات، وطارة يحملونه على ما لم يدل عليه. وذكرت لكم المثال من كتاب تفسير من كتاب التبيان في تفسير القرآن لأبي جعفر الطوسي، وهذا يختلف عن الإمام إيه؟ عن أبي جعفر الطبري. وبعض العلماء يخطئ، البعض يخطئ في ذلك، ولذلك يعني في صاحب البحر المحيط أبو يعني الإمام أبو حيان يذكر ينسب يعني إلى الإمام ابن جرير الطبري أنه وضع في كتابه كثيرا من تفسيرات الرافضة، وهذا خطأ كبير جدا. الكتاب الذي يذكره الذي يعني الصحيح أن هذا هو أبو جعفر الطوسي وليس أبا جعفر الطبري. أبو جعفر الطبري إمام أهل السنة والجماعة والإمام ابن جرير الطبري، ويا ذكرت له فهو حمل نسب إن وضع في كتابه، وهذا من الخطأ، وهذا من الخطأ الذي وقع فيه الإمام أبو حيان في تفسير البحر المحيط. قال وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، فيكون خطأهم في الدليل والمدلول. في قوله تعالى المقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني منتظرة للثواب. هو هنا أراد أن يحمل الآية على نفي الرؤية، وهذا خطأ. الآية هنا لا تدل على نفي رؤية، فهذا خطأ فيه. هو أراد أن يستدل بهذه الآية على نفي الرؤية والدليل، وهذه الآية لا تدل على ذلك، فهذا خطأ فيه، خطأ في الدليل. الثاني أنه اعتقد معنى لا يجوز في الشرع، وهو نفي رؤية الله عز وجل، فليس هناك دليل يدل عليه، وهذا خطأ في المدلول. مرة ثانية بيقول فهؤلاء وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، فيكون خطأهم في الدليل والمدلول. فلما فسر القرآن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي منتظرة للثواب، هو هنا حمل هذه الآية على نفي الرؤية، والآية هنا لا تدل على نفي الرؤية، وهذا خطأ. يبقى استدل بدليل خاطئ على المعنى اللي ذهب إليه، فهذا خطأ في الدليل. والثاني إن هو المعنى اللي هو معتقده معنى لا يجوز في الشرع، هو نفي رؤية الله عز وجل في الآخرة، وإذا كان معنى لا يجوز في الشرع يبقى ليس هناك دليل يدل عليه، يبقى ده خطأ فيه، خطأ في الاستدلال والدليل نفسه. الذي جره إلى هذا الخطأ أنهم اعتقدوا معاني أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليه. كلام ده كله ليه؟ كل هذا كلام حتى إذا قرأت يعني مثل حتى ينبهك شيخ الإسلام على أن من هذه التفسير التي صنفت على الرأي، نعم، الخطأ فيها يرد من هذه الجهة، ولذلك تحذر دائما من المفسرين الذين التبسوا بعقائد المبتدعة. ولذلك قال وهكذا، وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث. فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط
الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم طارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها نحن ما فعل الزمخشري مذهب نفي رؤية في الآخرة والآيات لا تدل على ذلك وطارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة واستطرد في المعتزلة قال وهذا كالمعتزلة فمثلا فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم طبعا هناك عقائد للمعتزلة فلما بيصنفون فالمفسرون المعتزلة عندما يفسرون على المعاني التي اعتقدوها وأورد لك أمثلة على تفسيرات المعتزلة حتى تحذر منها مثل تفسير عبد الرحمن ابن كيسان الأصم المتوفى 201 هجرية نعم شيخ إبراهيم ابن إسماعيل ابن علي الذي كان يناظر الشافعي ومثل كتاب أبي علي الجبائي المتوفى سنة 303 هجرية التفسير ده اسمه تفسير الجبائي يعني يسمى التفسير الكبير هو من تفسيرات المعتزلة والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار والقاضي عبد الجبار ليس له كثير من التفسيرات له من كتبه متشابه القرآن نعم ويعني وتنزيه القرآن عن المطاعن دي من كتب عبد الجبار من القاضي عبد الجبار هو من أئمة الاعتزال وكذلك يعني علي ابن عيسى يعني أرماني وله تفسير يعني وهذا متوفى سنة 384 هجرية وله تفسير أيضا علي ابن عيسى هذا له تفسير أيضا تظهر فيه صبغة الاعتزال والكشاف لأبي القاسم يعني الزمخشري والكشاف ومنها كل هذه الكتب غير معروفة إلا كتاب الكشاف لأبي القاسم الزمخشري وطبعا الزمخشري قال فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة اعتقدوا إيه؟ مذاهب المعتزلة كل هؤلاء فلذلك العلماء كانوا يتكلمون على تفسير الكشاف بأنهم كانوا يلتقطون فيه الاعتزليات بالمناقيش كل آية ترد خلاف عقائد المعتزلة تجد أن يفسرها على خلاف ما دلت عليه الآية بسبب المعاني التي اعتقدوها آنفا يعني مثلا في قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وقوله تعالى مثلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله الآية هنا تثبت إيه السماع لله عز وجل الزمخشري يقول وهذه الآية تدل على علم الله عز وجل بما يقع وبما وحاطته بذلك فهنا عدل عن إيه عن إثبات صفة السماع لله عز وجل بسبب أنهم ينفون عن الله عز وجل هي صفاته فالمعتزل يقول سميع بلا سمع وبصير بلا بصر قال فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة قال وأصول المعتزلة خمسة ونقف عند ذلك حتى لنستطرد وحيستطرد لك حتى ينبهك يعني ويحذرك من هؤلاء المعتزلة سوف يبين لك أصول قواعد يعني أصول عقائد المعتزلة وهي خمسة ونقف عند هذا الحد الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.